معانا كابتن محمد السيد المدرب العام لفريق وادي دجله. كابتن محمد السيد الف مبروك في البدايه. الله يبارك فيك كابتن. يعني نقول اداء ما شاء الله النهارده، نقول شفت فريق الداخليه ازاي؟ اي والله النهارده انا شايفهم انهم متحسنين جدا، في جمل بتتعمل، في حركه كويسه، في بعض عناصر مميزه جدا، واعتقد هم بيتحسنوا ومزيد من تركيز، اعتقد ان شاء الله يبقى ليهم دور كويس قوي. فريق وادي دجله كله نجوم ما شاء الله، لكن النهارده من في عين كابتن محمد السيد مين كان افضل ثلاث لاعبات في المباراه؟ افضل ثلاث لعبات يبقى ناخد واحده من كل خط. نقول في الدفاع كانت نيفين، في النص والله امنيه بعد ما نزلت كانت كويسه جدا وختمت مجهودها بجون جميل جدا عالمي، وانجي كراس حربه، وما اقدرش نغفل دور كابتن اماني رشاد ككابتن للفريق وقائده المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله مع نادي الطيران في الطيران، واعتقد على قمه الدوري، واللي هيكسب ان شاء الله يبقى هو بطل الدوري ان شاء الله. يعني بالتوفيق كابتن محمد السيد، واداء هايل جدا، لكن بما ان كابتن محمد السيد معانا ما سيبناش ان احنا نسال كابتن محمد السيد، نقول فريق الداخليه النهارده كان نجم المباراه، نجم بتاعه مين؟ اعتقد منى توتي. منى توتي. طبعا بنشكر كابتن محمد السيد على التواجد معنا، والف الف مبروك مره ثانيه. ربنا يخليك كابتن هادي، وبالتوفيق دايما كده ليكم.